السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اول حاجة كده، اللي مش عامل اشتراك للقناة ياريت يشترك وتدوسوا على علامة الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان اي فيديو نزله يوصل لكم على طول. وكمان ما تنسوش تدوسوا لايك وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت. طبعا شفتوا من عنوان الفيديو ان انا جالي هدايا فوق الالف او الف هدية. يا ترى ايه بقى هي الهدايا؟ نشوف دلوقتي مع بعض. جاتلي هدايا حلوة جدا، هدايا كده ايه، لو فضلت بقى اوزعها مش هتخلص يعني. يلا غمضوا عينيكوا بقى. الهدية دي اهي، كارت باسمي. تمام، انا اتعمل لي الكروت دي هدية اهو، طبعا مكتوب فيها اسم والموقع بتاعي على الفيس وصفحتي على الفيس وعلى الانستجرام واليوتيوب، وكمان في اللي هو اللوجو بتاعي فوق هنا اهو، شايفين؟ طبعا انا جالي كروت بقى ايه كتير جدا، كان في تاني بقى بس انا وزعت كمان منهم وخليت دول ليا بقى، اللي هو لو قعدت اوزعهم من هنا للسنة الجاية اللي قدام لسنين كتير مش هيخلصوا اساسا اهم. دول اتعملوا لي هدية كلهم، كان في كمان يعني اتنين قد دول تاني، او اتنين قد دول تاني. طبعا الكروت دي هتفيدني في ايه؟ ان انا طبعا مش عندي مكان، و يعني عندي مكان بس في البيت زي ما انتوا عارفين، لكن مش بشتغل مثلا في قاعة، مش بشتغل في استوديو، مش عندي استوديو يعني، ومش عندي بيوتي سنتر. فانا لما بقابل اي حد او حد يعني بيتكلم معايا في اي حاجة فاجي اقول ان انا ميك اب ارتست، بيقول لي طب عايز الصفحة، عايز اسم الرقم تليفون كده. فطبعا لسه بقعد بقى اشرح واقول لهم ادخلوا ابحثوا عن اسمي ومش عارف ايه، فده سهل بقى ان انا ايه اي حد يسالني على اي حاجه خد الكارت وادخل وشوف شغلي وكل حاجه الخاصه بيا، اليوتيوب والانستجرام والفيس وكمان رقم التليفون. بس يا ان شاء الله بقى كده ايه، انا قلت افرحكم معايا وان شاء الله ادعوا لي كده اخد استوديو بقى صغير كده ليا، واعمل كروت تاني بقى واحط فيها عنوان الاستوديو. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وانا قلت افرحكم معايا، انا فرحانه بيهم جدا بصراحه. وطبعا انا بشكر بقى اللي عملوا لي الكروت دي، وهي مفاجاه تحفه بصراحه، وربنا يبارك لهم ان شاء الله. ويا بنات اي حد عايز يسال الكروت دي بتتعمل فين او عايزين يعني تستفسروا عنها فابعتولي على الصفحة بتاعتي او على الانستجرام، وهبعت لكم الرقم الحد يعني الشخص اللي عمل لي الكروت دي. ياريت بقى اللي يتفرج على الفيديو يدوس لايك ويعمل لي تعليق، وكمان يشترك في القناة لو مش مشترك، وتدوسوا على زر الجرس وبس كده، واستنوا بقى فيديوهات جامدة جدا جاية ان شاء الله. ويلا بقى، باي باي.